شو مالهم يا عم صديق؟ شو مالهم؟ شو صار معي؟ شو صار معي؟ احنا كنا بالغرفة انا وتعبيزي، كنا ثلاثة احنا بالغرفة، ولد بالحمام ضربوا صاروخ، احنا خفنا ايش علينا، الراجل كله جرتنا على الغرفة، قاعدين بنصرخ وكنا والطنجرة كانت برا هناك، فخفنا ضلينا نصور. بعدين ما عرفش في شيء. مين تستني جوا؟ تستني مين؟ حد ماما اختك؟ عمي طلع هيا وعمتي زمان وبابا يفوق قاعد بالدار. عارف وين هو؟ قالوا لي فوق الدار. انا مش متعبتين ولا خير.